اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. نشتغل في الفيديو النهاردة على البنس، هنعمل كفر للكليبسات، سهل وبسيط، ما فيهوش فكرة خالص. طريقته بسيطة، هنستخدم ابرة مقاس رفيع، هنستخدم برضو خيط مش تخين، بواقي خيوط، هي ما بتاخدش خيط كتير. هنشتغل الدايرة السحرية، بعد كده هنشتغل سلسلة بثبت بيها الدايرة، واقفل الدايرة شوية. هشتغل جوه الدايرة دي 4 غرزة حشو، كده 1 كده 2 كده 3 كده 4، هقفل الدايرة. هجيب ماركر، انا مش هقفل بمنزلقة، انا هشتغل داير ما يدور من غير ما اقفل. فكده انا معايا 4 غرز حشو، هروح عند اول غرزة حشو وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة حشو، وفي نفس المكان برضو هدخل واشتغل كمان غرزة حشو، كده دي تاني غرزة حشو، هحط الماركر عند اول غرزة حشو، هعلمها عشان دي هتكون بداية الدور معانا. هشتغل في الغرزة اللي بعديها تزايد، برضو هشتغل فيها 2 حشو، كده 1، في نفس المكان هشتغل كمان غرزة، كده 2، هروح للغرزة الثالثة وهشتغل برضو فيها 2 حشو، كده 1، نفس المكان هشتغل كمان 1، كده 2، هروح لاخر غرزة اللي هي رابع غرزة حشو وهشتغل فيها 2 غرزة حشو، كده 1، كده 2، هنتقل للراوند التالت وهشيل الماركر. السطر ده همشي فوق كل غرزة حشو وهشتغل فوقيها غرزة حشو. هنا دخلت في اول غرزة وهشتغل فيها غرزة حشو 1 واحط فيها الماركر، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هشتغل فيها حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو برضو، واللي بعديها هشتغل فيها حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها حشو، ودي الغرزة رقم 8 هشتغل فيها برضو غرزة حشو. يبقى كده وصلت لنهاية الراوند التالت واشتغلت فوق كل غرزة غرزة حشو. هشيل الراوند وهشتغل الراوند الرابع بنفس الطريقة، ان انا هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. فكرتها بسيطة قوي وسهلة، همشي الادوار اللي جاية كلها ان انا هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو 1، كده انا اشتغلت غرزة حشو. الراوند ده كله همشي فوق كل غرزة هشتغل فوقيها غرزة حشو، كده 3، كده 4، كده 5، كده دي 6،
كده 7، كده 8، كده خلصت الراوند الرابع، وهشيل الماركر وهنتقل للراوند الخامس، وهشتغل برضو فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو. كده بداية الدور، وهحط الماركر هنا. كده ده بداية الراوند الخامس. المفروض ان انا هرتفع بعد الراوند الخامس ده، هشتغل 11 كمان سطر، ان انا هشتغل فوق كل غرزة حشو وهشتغل فوقيها غرزة حشو، هيتكون معايا 8 غرز. هرتفع كمان بعد الراوند الخامس ده، هرتفع 11 سطر علشان يكونوا معايا اجمالي السطور من عند العقدة اللي تحت، من عند الدايرة السحرية، 16 سطر، وهرجع لكم تاني. واشتغلت لحد ما ارتفعت كمان، كل اللي ارتفعت معايا بقت 16 سطر. دلوقتي هنشوف هندخل الكليبسة ازاي في الكفر اللي انا عملته. هنجيب حرفها من هنا، هتكون مفتوحة طبعا، وهندخله بالشكل ده كده. احنا بنشتغل لحد ما بنوصل للحجم للارتفاع هنا، عشان هنشتغل على هنا، فعلى حسب الحجم اللي انت هتشتغليه. انت لو اشتغلتي كليبسة اكبر من كده ممكن تكبري القاعدة من تحت، بدل ما تعملي 4 حشو ممكن تعملي 5 و6، وبعد كده بتشتغلي تزايد سطر، بعد كده بتشتغلي اسطر ثابتة، على حسب حجم الكليبسة اللي انت بتشتغليها. دلوقتي انا هقفل الابره، هقفل الكليبسه بعد ما حطيت الكفر هنا، هقفل الكليبسه وهكمل شغل. كده هشتغل 1 2، هشتغل سلسلتين وهلف هلفهم بالشكل ده كده، هجيبهم على الفراغ ده. انا هنتقل للناحية التانية، وهشتغل في اول غرزة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو، السلسلتين اللي انا اشتغلتهم هعتبرهم اللي هما غرز الحشو المستخبية تحت الكليبسة هنا. يبقى كده اشتغلت سلسلتين، ودي التالتة، يبقى فاضل لي 5 غرز حشو. كده 4، كده 5، كده 6، كده 7، كده 8 غرزة حشو. دول ال8 غرز بتاعتي اللي انا بشتغل فيهم عادي. طبعا انتي لو معاكي الحجم بتاع الكليبسة اعرض من كده هتزودي عدد السلاسل. دلوقتي هدخل جوه السلاسل وهشتغل تحتيهم 2 حشو تحت السلاسل كده. دي اول غرزة في نفس المكان اللي هو الفراغ اللي تحت السلاسل، هدخل واشتغل كمان 1، كده 2، كده 3، هشتغل ثابت فوق كل غرزة حشو وهشتغل فوقيها غرزة حشو، هما معايا 8 غرز. كده 4، كده 5، كده 6، كده 7، كده 8. هشتغل كمان سطر ثابت، هشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو، وارجع لكم تاني اشوف هنقفل ازاي. اشتغلت سطر كمان فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو، داريت بيها البنسة من فوق. طبعا لو انتي برضو البنسة اطول من كده او حاجة، بتشتغلي قاعدة اسطر زيادة في الحشو عادي لحد ما تغطيها كلها. هرتفع شوية بالخيط وهقص، هشد الخيط وهجيب ابرة التنظيف.
هنضمها جوه الخيط هقفل بيها الفراغ اللي هو هنا ده خياطة عشوائية في الغرز. هفضل بخيط كده لحد ما اقفلها من فوق وادخل الخيط الزيادة ده جوه. وهقصه اتكونت معايا كليبسة بالشكل ده كده شكلها جميل. كليبسة عادية، عملت الكليبسة دي بطريقة سهلة وبسيطة. اي بواقي خيوط عندنا ممكن تتعمل بيها. تكون معايا بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.